بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخوتنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. من طبيعة الحال ديما أخوتنا الجزائريين، أخوتنا التونسيين والليبيين موريتانيين وكاع اللي تيشهدوا لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله وكاع اللي متابع القناة ديال خليل النور، تحياتي لكم. شكرا لكم على الكومنتات الزوينة ديالكم والتعليقات الزوينة ديالكم. شكرا لكم من القلب خوتي، تحياتي لكم واحتراماتي. خوتي اليوم جيتكم بواحد القصة ديال قصة السجين المشاغب المشاكس ملقب طومبو داخل بعض السجون المغربية، كسجن تفلت واحد تولى الواحد سلا واحد السجن المحلي الخميسات السجن سيدي سعيد كناس. فهاد السجون هذا هاد السيد هذا دوز معايا وتنعرفوه، وهاد السيد ماشي زعما قلت لكم مشاغب ولا مشاكيس ولا غير، هو مبرزيط بزاف وماشي زعما باش نطيحو من قيمته ولا شي حاجة، لا بالعكس هو خويا. تنقول انا خويا الصغير وهو خويا الكبير، تيقول لي خويا الكبير ما تيهش فيا عينيه. خويا طومبو راه تا هو محسوب من المال ديسيبلين، تا هو مال الوقت، ولكن رفقاء السوء كان زويون كان بخير. رفقاء السوء هو والدوار الدوم، ماشي والدوار الدوم سيدي موسى، ولكن عنده جده ودوار الدوم تيعمر تا دوار الدوم، والام ديالو بحال الاخت ديالي كبيره، وخوتو بجوجهم بلا داعي لديك الاسماء ديالهم، خوتنا تا هما وحبابنا، وما دوزناش معاهم غير قليل بزاف ديال الحوايج. هو السبب ديالو هي رفقاء السوء والاقراص المهلوسه. وبلا ما نقول لكم ومهم تبعوا معنا القصة. هاد خونا طومبو انا ما عمرني عرفتو شحال، هادي تقريبا 2001 باش تدخل 2002، هي هاديك اخوتي بنت فتولال واحد، كان عبد العزيز توابت، كان الحبس مال ديسيبلين. خونا طومبو كان بسلا قصة خوتي، نعاود لكم على هاد السيد. وهاد القصة تنتمنى من خوتنا الشباب يديروها على العبرة، يديروهاش باش يقولوا زعما بان تعاود لينا على هذا شنو محتوى السجون المغربيه. تنعاودوا على الناس اللي المال ديسيبلين، الناس اللي تيكون دوزين بزاف ديال الحوايج، تنعاودوا لكم القصص ديالهم وانتم ديروها عبره خوتي الشباب. هاش نقول لكم الاقراص المولوسه فين تتوصلوا، ما رفقاء السوء فين تيوصلوا، تيوصلوا لواحد الحاجه خايبه خوتي ديال توصل ديك البلاصه. وبلا ما نقول لكم اخوتي راه لا اله الا الله في ديك البلاصه شنو كاين دابا. لهذا انا تنوصل لكم هذه القصه ديال خونا طومبو، اللي بنادم خوتنا الشباب يديروها قصه للعبره يستافدوا منها، والناس اولياء الامور بارطاجيو مع وليداتكم وريو لوليداتكم هذا الشيء هذا باش يبقاو يعرفوا شنو كاين اخوتي. هي ديك اخوتي، وما يكفينيش واقيلا معكم جزء واحد في هذه القصه ديال هاد المشاغب وهاد المشاكس الملقب طومبو، ما غتكفينيش معكم اخوتي جزء حقاش قصه طويله. ضرب معايا خمسة المؤسسات تقريبا أربعة المؤسسات. هي ديك اخوتي انا راني في تولاد، هو راه في سلا واحد، ما عمرني عرفت هاد الطومبو هذا، باقي هو صغير، باقي صغير عليا. هي ديك اخوتي هو في سلا واحد شنو دار؟ هو واحد الدري سميتو بو عبيد، تا هو راه من المال ديسيبلين، تا هو ما مخلي في وجهو حتى حاجه. وهاد الطومبو اللي تنقول لكم راه عنده صفحه هنا صفحه هنا اخوتي، مخلي في حالته حتى شي حاجه. هو اول خطرة المهم كتب عليه الحبس، دخل ليه برفقاء السوء بالاقراص المهلوسه باش غادي يدخل للسجن الدري هذا، دخل زويون بخير، دخل باش يتصلح بيداغوجيا ديال السلا، بيداغوجي تتسمى اصلاحيه بيبي الدراري الصغار، هي ديك دخل باش يتصلح، ما تصلحش بالعكس لقى الحقره لقى الضغط من ناحيه المسؤولين من ناحيه بعض المساجن. قاش داك البيداغوجي راه ماشي كان بيداغوجي الاصلاحيه خوتي، راه كان ما شنو فيه، فيه القرقوبي فيه الحشيش فيه السيليسيون فيه جميع انواع المخدرات دايرين فيه، فيه الماس فيه الجناوه فيه كل شيء فيه. وراه كاع بزاف ديال الدراري من هاد من برخونا عبد الرحمن راه مدوز فيه بزاف، راه تيعاود على الدري تما ديال البيبي، وكاينين شي تيربريز مدوزين داك البيبي راه عارفين شنو كاين في داك البيبي. هي الاحداث البيداغوجي ديال السلا لقى الضغط مسكين. باش نقول لكم اخوتي راه خرج السيد من فاجر، هادشي اللي ما تيعاود ليا هو وراني تصاورو كي كان اخوتي. وبلا ما نقول لكم انا جاي معكم القصص اخوتي، هاد الدر مشاكس مشاغب
لا بالنسبة للموظفة، لا بالنسبة للمساجن، البزناز المخير اللي تيتاجر داخل المؤسسة، واخا يعيا ما يعطيه شي نهار غيدي ليه ديالو، ولو بالكونفيونس ولو بالثقة غيدي عليه اخر بحاجي عاجي نتاع تي تيواجه ما نعرف شنو تيواجه. يا ديك اخوتي المهم دير لي خرج على راسو بحال ما هكا، لحقاش انا ما دوزت انا عرفتو هي القصه اللي عندنا معاكم من تولاد. يا ديك اخوتي هو بسلا شنو دار هو هاد بوعبيد، دخلوا للفرملي ريطو داك الشيء باوا، دخلوا للفرملي تكاو على الدواء كامل ما دخلوش، مشاو تقرقبو وكدا الصاعات الفوضال براكاش، دير هذا تليفون دير هذا حشيشو بسلا. المهم باش نقول لكم مرونينها شدوها خوتي عطاوه البلا، ضربوا ليه الموديكات باش يهنيهم، راه يضربوا ليه الموديكات لحقاش هو تيهضروا مع المسؤولين تيجبد الزيزوار تيتصرف على راسو. واول اختها نعرف هاد الطومبو هذا فيه جوج ضربات اخوتي في وجهه، هي اللي ضرب على هاد الدواء وقيله قبل منها وقيله ولا ما عرف كيما عاود خونا هيثم جدودي تحياتي ليه. وانا بغيت نعاود لكم على خويا طومبو بحال ما هكا، علاش لحقاش حتى شي واحد في فيوتشر بريس ما جبدناش هاد السجين هذا، مشاغب مشاكس يقلب يقلب على ما نعرف اشنو، تيحمق الموظفه تيحمق حتى المساجن. انا حضرت لي المحاميه هو اللي تهزمو المحاميه، ما عليناش اخوتي هي هذيك، ضربوا ليه الموديكات فين هزوه جابوه عندي التولال. انا ديك الساعه تنعاود لكم القصه ديال التولال اخوتي، فاش ضربت وجهي مع داك المدير اللي كان مال ديسيبلين المؤسسه، راه عاودت لكم شنو ترقيه ولا تنمشي فين ما بغيت. واحد الصديق ديالي جا زارني تما، هي ديك فاش جاني تاع الطومبو ديال ديك المؤسسه ضاربين لي البرا خوتي، غادي انا بان ليا هكا باش داخل بحال هكا بوجه ديال، لحقاش انا وليت نبقى شويه انا الاخر معطل. الساعه الشرفيه ما يخرج ليهاش بنادم من غير اللي نيت، كيما قلت لكم انا المدير عطاني الفيزا، راه عاودت لكم القصص كاملين ديالي ديال مع داك المدير، المدير عطاني الفيزا تمشي لاي كارتي فيما بغيت نخرج الساعه الشرفيه، الساعه الشرفيه ما تخرج بها غير النيت اللي كان تشكل خوتي. لا داعي للافتخار ولا زعما راه هادي ولا لا، ما تنفتخروش ماشي تنفتخرو، حنا تنعطيو لخوتنا تنعاودو لكم القصص باش خوتنا الصغار خوتنا الشباب يستافدو بلا ما يمشيو غاديين في التهلوكة. هادشي تنعاودو لكم حنا، راه كيما تنقول لكم ها قصص للعبرة، هو تا لي الفرجة بحال هكا بنادم ما عندو يتفرج وكدا ويسمع واش دوز مسكين، ها هما بزاف ديال العدد منهم، هما منهم نيت هاد الطومبو هذا هو مسكين في الرماني، دابا في الرماني جوج خليته في اخر خطه دابا تقريبا شي 15 شهر تقريبا بيني وبين بيني وبين ديك البلاصه، راه كان معايا في الرماني، راه ولا السيد اللحيه وما بقاش داك الصداع، ما بقاش داك الشيء اللي كان، ما بقاش الكرسي ديالو قهوه قحله وباكيه ديال الكارو ديالو وجالس واللحيه ونوض يصلي، عمرني شفت انا هاد الطومبو تيصلي. بقاش كانت ديك الساعه ديك فاش كنت معاه في الرماني، المدير اللي كان تما كان عام موظف معنا في السلام، عاد دوز معايا انا لا طومبو عبد الله خونا ولد المحمديه مدير زويوان تيديني عنده حتى الكارتي ديالو نشوفو تنعاودني نعاود نرجع. ما عليناش اخوتي هي ديك في التولال، المهم جابو طومبو خونا ضاربين ليه البرا. انا ديك الساعه جا عندي واحد الدريري جاب لي دوز معايا الحبس، درت معاه زويون ماشي الخير ولكن على المعامله، فداها ليا مشى لاوروبا وجا عندي طلا فيا جاب لي حويجات سبرتي زويونين لبسات زويونين. وهذيك الساعه تلبس دوك اللبسات وتندوز لنا الكارتي هو تيشوف هو داو التقوى، التقوى كان ديك الساعه عين النور والامل تيدوزو لي البال داو الوحده اللي خدامين التقوى كانت مسدوده، فاش ولات عمر ولا عمر الحبس الدوله حلوا لها واحد جوج كروات، دو هو التقوى، التقوى فيها البزنازات ديالها غير دوك البزنازات التجاره ديال المخدرات ديها لهم داك المدير هكا، وخا لها ديسيبلين منهم ولد خت المدير، ولدهم منهم ولد خت المدير براسو تا هو عنده 10 سنين الحبس وتيتاجر في المخدرات داك وما تيعقلش عليه خالو كمدير، لحقاش مال ديسيبلين هذاك عبد العزيز التوابت شي راه تنقول الاسم ديالو ما تنجبدو لا بخير لا تنجبدو بخير تنجبدو بالخدمه اللي ديالو اللي تيدير. ما عليناش اخوتي هي هذيك، انا مع تنتسارى تنمشي من كارتي لكارتي تندخل التقوى تنشوفو هادي، دازت تقريبا اخوتي شي شهرين هكاك اخوتي شي شهرين تقريبا، هي ديك اخوتي واحد المهم هو بديك البرا ديالو شي شهرين تقريبا ما كان بحال هكا بديك مضروبه ليه البرا، هو ديك الساعة تما سميتو في التقوى تعرف على الدراري، الدراري بزنازة ما شافوه الحساب تيعاملوه. المهم ما عليناش اخوتي انا المهم دوز بارتي، المهم شتو واحد النهار وزطم عليا تعرفت انا وياه
وليت ندوزو معايا الكارت ديالي ديال النور تريح معايا في البلاصه. شاف الشجال اخوتي، شاف البلاصه زوينه، وانا والاخ ديالي مخصنا التاخير على جميع المخدرات عندنا بلينا هادشي كنا حنا تنقلبوا على المخدرات ما ناكلو عصيري كدا هادي القنيله ديالنا من باش ندوخو الراس ونعسو. هادشي كنا تنقلبوا حنا داخل المؤسسه، وما دابا ما كانش تقلب على داكشي كاع ما تجيب تحس داكشي. وحنا ماشي تنقول لكم هكا باش تمشيو نتوما شنو صورت انا من دوك الاقراص مول ويسا، شنو صورت من ديك الدوزه، شنو صورت من داكشي كامل، صورت حتى شي حاجه. هي ديك اخوتي ديتو عرفت مضروبه ليه البراء على لحقات فات، قالوا لي راه مضروبه ليه البراء. ديتو تنطرطق ليه في الارطان اخوتي، الارطان 5، الارطان 5 تتكاسي ديك البراء، وزيد عليها هو مبلي بالسيليسيون، شاف السيليسيون قال لي جبت ليه السيليسيون، بدا يضرب كاسات ديك البراء. داز 4 ايام اخوتي، مع واحد الصباح تتنجي عندي جيب ليا خمسه ديال 100 كيلو عامره لي شوات، عامره صناد الاديداس، عامره سبرديلات، غير بياس مزيان. جيت نجري من كارتي لكارتي اخوتي، مع هضرت مع موالي الوقت ولاو تيقلبوا عليه شويه، يدوز من هنا لا صداع لا والو، واخا تيتاخر شويه ماشي مشكل، المهم ما يكونش صداع. وهو برزقه، هو مرلين فيه والديه، مرلين فيه باه، مرلين فيه عمامو في مكناس. شنو نقول لكم، جيكم انا جيكم القصه اخوتي، شنو اللي دير عاوتاني مع عمامو في الزياره. هي ديك جاب لي اخوتي ديك الخنشه، ريحنا واحد شنو تنسمع وفلان فلان، لا داعي للذكر ديال الطومبو هذا، بلا ما بغيتش نجبد لكم الكنيه ديالو والسميه ديالو، وراه كلشي تقريبا كاع المساجد تيعرفوا، هو تيجبدوا غير بكلمات زويونين وكلمات حق. هي ديك اخوتي تنسمع فلان فلان، لحقاش السيلو اللي عندي انا موالي الطريق اللي تدير الزياره، البلانتو جاي وتيغوت من ديك البلاصه، ربما يكون شي واحد ديك البلاصه. قال فلان فلان، قلت ليه الطومبو راه تيعيطوا لك. قال لي هو انا يخط الاخ ديالي من الشرجم من الفوق، قال لي ها هو خويا مال، قال لي قول ليه الزياره. مشى الزيارة، لقى شكون اللي لقى عمامو، انت مول الخير اخوتي، جيبي ليه داكشي، يا سلام، داكشي مهلين في داكشي غير ديال المرجان، غير ديال الكافور اخوتي. يا هذيك مريح الزيارة، واحد شوية هو شنو دار؟ قال لهم غوتوا ليا الخويا النور يزور معايا. المدير ديك الساعة مشى داك عبد العزيز التوابت، جا الزهري في داك الشهر ونص تقريبا، غير شهرين ولا الزهري. مدير الزهري يلاه جلس تقريبا بشي سيمانه باش جلس. هي هذيك اخوتي خرجت مشيت جلست مع في الزياره. شنو نقول لكم اخوتي، ديك الساعه كانت ديك النوكيا فيغا، واز جبدها العمو من الجيب، من الجيب اخوتي، عرفتي تطلو طك يلعبوا عمام وتيقلبهم صقع صقع صقع. هادشي كنت نقول لكم مشاغب ومشاكس، تيجبد ليه من الجيب، جبد ليه التليفون. والله اخوتي، وتا واحد ما شافو، تا واحد ما شافو خوتي، تا واحد ما شافو، من غير واحد الموظف اللي شافو من البعيد، هو اللي ضرب عليه. سرت الزيارة، هز الزيت معاه، لقينا غادي نغوت ليه بوحدو المدير، أجي لهنا طومبا، أرى التليفون، هي مازال ما وصلناش لبلاصة لافاي خوتي، التليفون، هو يشد منو هو يشد منو، قال لي بغيت نعطيك التليفون، ما نبقاش داك الكارتي، نمشي عند خويا النور، شامبري هو خويا، قال لي يلاه سد على داك التليفون، قال لي ويدبرو عليا ب 1500 درهم. شوف 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 بنادم مسكين كيولا بداك الضغوط الصغار، وبداك شوف بنادم كيولا تي انا تنبقى نقول تنقول طومبو واش حمق ولا بعقلو، ولكن تنبقى نجلس معاه تلقى بعقلو، ماشي حمق، هو مهلوس داكشي ولا صافي داكشي ولا غير الفانيد، الفانيد وسببه هو الفانيد، والفانيد هو اللي تيخليه رد هاد الوجه اخوتي، ردو صفحه صفحه، راه اكثر مني هو، وانا هو السبب باش غيزيد يكمل على وجهه. انا ديك الساعه باش تنتحارب مع دوك الموظفه، هو بعدا شاف لي راني ضارب وجهي مع سميتو مع الزهري، فاش يلاه دخل الزهري راه شاف الديكور كيفاش شنو درت مع السي محمد الزهري وكدا، على القضية ديال ولد غنور راه عاودت لكم شنو كان، شافني شنو درت صافي، تا هو ولا تيتلاح على وجهو، فهمتوني اخوتي، غير هو ما تيضربش واحد الضرب نيت ديال التغراق ديال النيت ديال تيضرب وصافي، وتي عنده سبحان اخوتي وسبحان، وبلا ما نقول لكم يديه، وبلا ما نقول لكم رجليه، وبلا ما نقول لكم كل شيء. هي ديك اخوتي مشى قال لي صافي، انا مشى جاب لي ديك الصريه حطوا لي في الحانوت، جبتو عندي للبيت، ردينا ديك الخنشه، قال لي المدير تردها، ردينا ديك الخنشه. هي ديك اخوتي جلس معايا في البيت، قال لي راه الدراري في التقوى تيسالوني واحد 500 درهم، عطينا لي كريدي كذا، مشيت انا وياه، عطينا داك خونا ايوب مسكين ولد مكناس، تا هو لا داعي للقب ديالو باش نخليو كلشي بخير وعلى خير،
عطيته ديك المسيرات ديال امي ديال طومبو، عطانا 50 غرام اخرى تقدينا عاوتاني للقرقوبي. هو انا هو السبب ديال هاد الطومبو باش يبقى ياكل واحد النوع ديال الكشمار ديال الحمقى، باش يبقى ياكل الارطان. انا هو السبب ديال داك السيد باش غيولي يبقى ياكل الارطان. انا الارطان قعدتو بها من الموديتي، ولكن هو تبلى بها لحد الان باقي كيشتر تمو ديالو الارطان. الا ما شربهاش ماشي بشر طومبو، الا ما شربش طومبو الارطان ماشي بنادم اخوتي. شوف فين وصلت، بنادم اللي غادي للهلواسه. وهذا اخوتي غنخلي لكم القصه هنا، ما قلت لكم طومبو مازال تزيدوا تسمعوا. انا عاودت لكم شنو دار، جبد العمو جبد لي التليفون، خنشه جيبها لي عامره. هذا غير فاق من المود، هذا راه النهار الاول فاق من الموديتيكا موديكات، هذا راه النهار الاول فاق من البراد دار الشطابه اخوتي. وشنو سرق؟ هو سرق صحاب الحي، كاينين في الكرواس صغيره واحد خمسه اربعه ديال السيلونات فيهم صحاب الحي، داز عليهم على الرشوات كاملين اخوتي. وجاو الله اكبر الله اكبر، وبغاو يقتلوه وهو راه حنا راه في الزياره. رجاو الله اكبر الله اكبر، شافوا شي واحد تما عارف بان والي داز ليهم على داكشي كامل، الله اكبر الله اكبر، بغاو يقتلوه. صافي رجع ليه داكشي ديالو، رد تاهو التليفون لعمو، دبروا ليه بداك الصريب، قال لهم بشرط رد لكم التليفون ورد لكم هادشي، ايضا نمشي عند خويا النور شامري. خلي لكم القصه هنا اخوتي، مازال تشوفوا الحماق ديال هاد طومبو، شوفوا هادشي اللي تنقول لكم عليه بانه السجين المشاكس المشاغب فين ما كانش عارف يقلب على المصير تيقلب عليهم. نخلي لكم القصه اخوتي هنايا على حساب التليفون عندي وعلى حساب الناس اللي ما عندهاش عاوتاني الواي فاي ولا ما عندهاش الكونيكسيون ولا ما عندهاش. نكون نخليو الفيديو ديك 15 دقيقه 16 دقيقه. تحياتي لكم اخوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وخوتنا الجزائريين من طبيعه الحال، وخوتنا التونسيين والليبيين الموريتانيين وكاع اللي تيشدوا الى اله الله شنو محمد رسول الله، وكاع اللي متبع القناه ديال خو خالد النور. تحياتي لكم واحتراماتي لكم وتقديري لكم جميعا اخوتي، وديديكاس لبنتي مريم عزيزه وغاليه بنتي الحبيبه، ربي يحفظك. خويا هشام الجدودي عاودتي القصه ديال خونا طومبو اللي دوزتي معاه، وقلت لك راه عادي كنت باغي نعاود عليه وطلبوني الناس نعاود عليه، وانا عاودت عليه، انا عاود عليه داكشي اللي دوزت معاك، وانت راك تنتسمع معاك في الواتساب، انت راك عارف شنو كاين. تحياتي لك اخويا، انت خويا هشام، والله يخلي لك اخويا الزوجه الكريمه ويخلي لك ولي العهد اخويا، والله يحفظك. وتحيه للمتتبعين الاوفياء ديالك اخويا من هذا المنبر، تحياتي واحتراماتي لكم جميعا اخوتي، وشكرا لكم اخوتي، نموت عليكم. انتظروا جزء اخر اخوتي ان شاء الله، نتمنى يكون الفيديو في الاعجاب، يتنال الاعجاب ديالكم اخوتي. شكرا لكم جميعا اخوتي.